يعني اعتبروني هلخص الكلام اللي انتوا قلتوه ده، هلخصه كده اهو في اربع نقط. ونقول عشان يبقى عندي الامل الحلو ده وعندي الرجاء الحلو ده بالمسيح وما يضيعش وما يتعبش، اعمل ايه؟ اول حاجه واهم حاجه زي ما انتوا قلتوا، ان لازم يكون عندي علاقه حلوه مع ربنا، بون ريلاسيون ادوتيو. ما ينفعش ان انا يبقى علاقتي بربنا كده اهو في المشاكل بس. يعني لو سالت كرولوس مثلا، اساله هو بصفته، يعني هو الشخصيه اللي مش هو كرولوس، لا هو الشخصيه اللي كانت، اقول له انت كنت بتصلي قبل ما تدخل في المشكله دي؟ ممكن ترد عليا يقول لي لا، مش انت هو صاحب المشكله. قبل ما يدخل في المشكله دي يا كرولوس كان بيصلي ولا لا؟ المفروض يبقى كويس، حلو. المفروض ان يكون ليه علاقه كويسه بربنا. المفروض نمره واحد يكون ليه علاقه كويسه بربنا. ما تقولش انا اعرف ربنا وانا مسيحي وانا كويس وانا بابا وماما بيروحوا الكنيسه وانا زي الفل. عارف فكرتني بايه؟ حكايه كده اهو، كنا بنقولها زمان زي النكته كده. كانوا بيقولوا ايه؟ واحد طلع البرج، لما طلع البرج خاف، بص كده تحت لقى كل حاجه زنطوطه كده اهو، داخ وخاف وتعب يعني هيموت من الخوف. نزل جري من فوق، نزل جري، وكل ما ينزل يبص تحت شويه، وبعدين كان مركز على حاجه كده اهو صغيره تحت، حاجه قد كده اهو، كل ما ينزل شويه يلاقي الحاجه دي بتكبر كده اهو، كده اهو كده اهو كده اهو، لغايه لما نزل في الاخر تحت لقى واحد في الشارع راح سلم عليه وقعد يبص فيه من الخوف بقى. فالراجل بيقول له ايه؟ انت تعرفني يا جدع انت؟ قال له ده انا اعرفك من وانت قد كده يعني. هو كان فوق خالص ويقول له ايه؟ انا عارفك لو انت قد كده اهو. احنا نعرف ربنا من فوق خالص كده من بعيد، يعني نروح الكنيسه كده اهو، في ناس مننا يقعدوا في اخر الصف، مش قصدي اخر الصف اللي هناك انتوا حبيبين زي الفل، لكن في ناس كده اهو يخشوا الكنيسه ياخدوا الصف الاخراني، ما لهمش دعوه باللي يحصل قدام، حتى لو شماس حتى لو خادمه ممكن تقعد في الاخر. ممكن واحد يروح القداس، القداس بيخلص الساعه 10، اروح 9:30. فاهمين؟ فاهمين؟ هل ده علاقة كويسة بربنا؟ ينفع كده؟ ينفع لما أدخل في مشكلة أروح أجري على ربنا ويلحقني؟ ممكن ربنا يلحقني وممكن لا. فيبقى عندي علاقة كويسة بربنا ولا لا؟ يبقى دي حاجة مهمة لازم إيه؟ أثبتها مع نفسي وأحسبها مع ربنا كويس. وأحسبها أنا كل مرة بقولها، أحسبها مع أب اعترافي. دي مهمة جدا 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 جدا. الميجر بتاعي هو أب اعترافي. ما ينفعش اقول انا كويس او انا وحش. ما ينفعش اقول اصل انا خاطري وحش خالص وهروح النار. ما ينفعش، غلط. وما ينفعش اقول انا قديس وزي الفل وما بعملش حاجه وحشه. ما ينفعش. الميزور بتاعي هو مين؟ هو ابونا. لازم ابونا اقعد معاه كل شويه وابونا يقول لي دي صح؟ لا نبطل دي، لا نعمل دي، نقلل دي، نزود دي. فاهمين؟ يبقى دي نمره واحد. نمرة اتنين، كل واحد فينا عنده خبرات، عندك اكسبيرينس، الخبرات بتاعتك دي. ما هو انت لو عندك النهارده 20 سنة أو 18 سنة أو 22 سنة أو أقل أو أكتر، مش جربت ربنا في حياتك ولا إيه؟ أنت دخلت في مشكلة قبل كده أهو، لو افتكرت كده يكون المسألة تراجع كده أهو، تلاقي نفسك دخلت في مشكلة مثلا السنة اللي فاتت وربنا طلعك منها. ممكن يكون ربنا ما طلعكش منها كده اهو بتسويك على طول، لكن ممكن يكون ربنا استنى شويه لغايه لما تستوي شويه وتطلع منها، تطلع منها حاجه كويسه. راجع خبراتك انت. انت كل واحد فينا، انت كل واحد واحده فينا عندك خبره مع ربنا، عندك علاقه مع ربنا قديمه، دخلت في مشكله وربنا طلعك منها. ما تكونش مستعجل. ما تكونش مستعجل زي ما انت قلت برضه في وسط الكلام كده، ما تكونش مستعجل. جوزيف قديس يوسف لما كان حلو كده زيكم ودخل في مشكله، والمشكله دخلته في مشكله في مشكله في مشكله في مشكله، يعني مثلا كان عايش مع بابا وزي الفل واخواته، بعد شويه اخواته مسكوه دخلوه في مشكله وباعوه، مشوه من وسطيهم، مشي. وبعد ما اتباعوا مشي من وسطيهم، اشتغل خدام، بعد ما اشتغل خدام دخل السجن. بعد ما دخل السجن قعد في السجن شويه كتيره. عارفين الوقت اللي انا بقوله ده خد كام سنه؟
خد كم سنة يوسف المشكلة بتاعته؟ خد كم سنة؟ حوالي 12 سنة. حوالي 12 سنة، يعني لو كان دخل السجن وهو عنده 18 سنة طلع وعنده 30 سنة. فأنت بقى تقول إيه يا خبر؟ شبابي راح. عمري كله راح، أنا دخلت وأنا صغير طلعت وعنده 30 سنة. شبابه راح. عارفين حبايبي؟ لولا المشكلة دي ولولا السجن ده ولولا التعب اللي دخل فيه يوسف ده ما كانش ينفع يبقى وزير في مصر. ما كانش ينفع يبقى وزير لمصر. النهارده لما تمسك واحد وزير تقول له انت بتعلم ايه؟ يقول لك انا مش عارف كوميرس، الثاني يقول لك انا مش عارف ديب ساينس، مش عارف ايه وكلام زي كده، كلام كبير كده اهو حاجات اللي طب يوسف دخل ايه عشان يبقى وزير في مصر؟ يبقى ايه؟ دخل في المشكلة. دخل في المشكلة. الكلية اللي دخلها يوسف هي المشكلة اللي كان فيها كرولوس دلوقتي. انتوا كرولوس لو صورنا لآخر القصة بس يمكن هنقعد لبكرة. لو قعدنا لبكرة كنا لقيناها بقى حاجة كبيرة قوي يعني في القصة. دايما دايما الضيقة والمشكلة بتطلع لنا حاجة حلوة. يبقى دينا مرتين، راجع خبراتك، راجع خبراتك، شوف خبراتك مع ربنا. خليك ايه؟ خليك كده اهو، هادية كده اهو، ما نتعبش. طب ولو تعبت يعني 12 سنة دي كتيرة يعني، ده يوسف ده بطل. 12 سنة دي كتيرة، لو تعبت عندنا آية جميلة اتعلمناها. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. مش كده؟ فيليبي 4:13. جو بوي توت شوز أون كريست كي مي فورتيفي. صح كده؟ قالتها صح ولا قالتها غلط؟ صح. موجودة؟ الآية دي حبايبي يقول عليها ماجيك. الآية دي لما تقولها كل شوية، لما تكررها كتير، الآية دي بتديني ثقة في نفسي، وبتخليني أستعيد تاني ثقتي في ربنا. لو كررت دي كده شوية وأنا تعبان، جربوا كده هم، هات الكرسي زي ما كرولوس جاب الكرسي كده، وأقعد كده، وأقعدي كده، ريلاكس. قول دي مرتين ثلاثة أربعة 20 30 40 50 زي ما أنت عاوزها. شوف ربنا يعمل إيه من خلال الحكاية دي. هتلاقي نفسك بنيتي، هتلاقي نفسك عندك ثقة في ربنا. يبقى قلنا نمرة واحد إيه؟ هتفضل. هو يوسف بعد كل الفترة كان بيمر عليه فترات ضعف، والدليل إن هو لزق لل ما عشان كده أنا بقول لو ضعفت، لو جت لفترة ضعف زي كده أهو، صلي الصلاة دي عشان ما اروحش لحد تاني اقول له حل لي المشكلة لو سمحت. عشان ما اتذلش لحد واقول له انا تعبت من المشكلة لحقني. ما اقولش لحد ده لربنا بقى. لما تكون مشكلة كبيرة يعني. لكن في مشاكل بسيطة بنعدي فيها بتبقى سهل ان احنا نعدي فيها يعني. في المشاكل اليومية. نقول تاني. نمرة واحد قلنا ايه؟ اراجع علاقتي بربنا. نمرة اتنين. أراجع خبراتي أنا. نمرة ثلاثة. نمرة ثلاثة زي ما المسيح علمنا في الصلاة، نقول لتكن مشيئتك. طب وانت صافيت. صلي واطلب زي ما أنت عاوز، بس في الآخر خليك مقتنع يا رب اللي أنت عايزه هو اللي هيكون كويس ليا. ساعات يبقى أنا عندي حاجة معينة فوق عايزها. ساعات يبقى عندي في مخي حاجه كده اهو هي اللي عايزها. لا، قول لي ربنا يا رب انا ما اعرفش كويس ليا ايه. لو انا مثلا قدامي هتجوز مثلا، وقدامي واحده اثنين ثلاثه، وجدتي مثلا قدامك واحد اثنين ثلاثه، وجدتي بمعيار الواحد والثاني لا، صلي وقولي يا رب جايز ربنا يريحني في حاجه معينه، يخلينا نطمن حاجه معينه. فأي مشكلة بقول كده يعني فارتزامج يعني. مرة من المرات واحد غني عنده بنت. بنته بقت عيانة. راح الدير جاب واحد من الرباط، واحد قديس ساعتها يعني كان راجل قديس كمان. قال له أبونا الحقني بنتي عيانة. الحقني بنتي عيانة. أنتوا فاهمين ولا عشان هي بتطلع من دي بس؟ ماما بتكتبي ولا ايه؟ لا انت عادي استعملي المنديل، ما انت برضه بتعملي الدور، بيقول واحده عيانه.
قال له ابونا الحقني، انت عيانه لازم تيجي تلحقني. قال له حاضر اجي معاك. طلع ابونا مع الراجل وراحوا البيت، وابونا رفع الصليب وقعد يصلي، يا رب لتكن مشيئتك، لو عايز تشفيها اشفيها، لو مش عايز لتكن مشيئتك. ابونا خلص من هنا والبنت حصل لها ايه؟ ماتت. البنت ماتت مفاجاه. اول ما البنت ماتت الراجل عمل ايه؟ الراجل اتجنن. مسك فابونا، مسك فابونا، الله انا جايبك تموتها لي، رجعها لي زي ما كانت. هي عربية ولا ايه؟ مسك فابونا بجد، رجعها لي زي ما كانت، انت يعني مش قادر تقومها وتشفيها، رجعها لي زي ما كانت. قال له طب انت عايز ايه؟ قال له انا عايز اتخف. الله انا جايبك من الدير ليه؟ قال له طب خلاص يا رب خلي البنت دي تصحى وتخف. صلى ابونا صلوة طويلة كده شوية، البنت فعلا صحيت وابتدت تتنفس وخفت وعاشت. ومشي ابونا راح الدير وريح دماغه الحمد لله. القصة حقيقية. بعد شوية، بعد شوية سنين، بعد شوية سنين، إيه اللي حصل؟ راح الراجل ده يدور على ابونا، عايز ابونا. لما جابوا له ابونا للدير، قال له ابونا فاكرني؟ قال له اه فاكرك. قال انا اللي جيت لك من كام سنة كده هو زمان وكانت بنتي عيانة وانت خففتها. فاكر؟ قال له اه فاكرك. قال له طب من فضلك عايزك تصلي دلوقتي عشان عاوزها تموت. قال له ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال له اصلي بعد ما عاشت ابتدت تمشي مشي وحش، وابتدت تعمل حاجات وحشه، وابتدت تخلي وشي في الارض من الناس مكسوف منها ومن عمايلها في البلد اللي فيها. فاهمين القصه؟ فاهمين القصة؟ ممكن ان انا اطلب من ربنا حاجة وربنا يديها لي، لكن انا ما اعرفش حاجة دي تبقى مفيدة ليا ولا مش مفيدة. يبقى انا لازم اصلي واقول له يا رب لتكن مشيئتك. يمكن الحاجة اللي يديها لي ربنا النهاردة ممكن تكون هي سبب تعبي بكرة. انا ما اعرفش، انا لسه عمري صغير، خبرتي صغيرة، انتوا يعني ايه مستعجلين شوية؟ لا، خلينا كده ايه هادين شوية ونطلب الحاجة يا رب اللي تكون مشيئتك. افتكر كده اهو، أول ما طلع مثلا الأيفون 6 مثلا ده، كل واحد فينا عاوز يجيب التليفون، والواحد كان بينام يحلم بالتليفون، وأول ما جابه خلاص بقى التليفون في جيبه، مش كده؟ خلاص. افتكر كده إنك أنت كان نفسك في حاجة ولما خدتها بقت مالهاش عايزة، خلاص في جيبك. مركون. كل حاجة نفسك فيها وتطلبها من ربنا بالشكل ده قول له يا رب اللي تكون مشيئتك. عايز تدهاني ادهاني، مش عاوز تدهاني انا موافق. ها؟ تعرف فولونتير؟ سواء سواء فين؟ تمام؟ يبقى تاني، أول حاجة قلناها علاقتك بربنا شكلها إيه؟ من الأب الاعتراف. نمرة اتنين ها؟ خبرات اكسبيرينس بتاعتي. نمرة تلاتة أصلي وأقول إيه؟ لتكن مشيئتك. تمام؟ شكلنا هنعمل خمسة. نمرة أربعة، نمرة أربعة لما نصلي حبايبي ما تطلبش ميراكل، ما تطلبيش معجزة. عارفين واحدة كانت بتصلي وبعدين راحت لابونا، وبعدين كتبت لابونا كده أهو عشان ابونا يصلي لها، يا رب تطلع فرنسا في أمريكا. بتصلي بنت زنطوطه بتصلي يا رب تطلع فرنسا في امريكا. فابونا مستغرب بيقول لها ايه حبيبتي الولد دي؟ هي بتصلي نفسها تكون فرنسا في امريكا مش في اوروبا. هي عايزه كده. فابونا مستغرب بيقول لها في ايه يا حبيبتي؟ قالت له اصل انا في الامتحان كتبت لفرنسا. هي عايزه ايه؟ هي عايزه ايه؟ عايزه معجزه. هي عايزه معجزه. لو شاطر خليكم معايا. هسيب لهم فرصه تترجموا ولا ايه؟ مش بالترجمه صح يا بنتي ولا ايه؟ لو شاطره لا
لو شاطر ما تطلبش معجزة. المعجزات دي مش لينا، ده انا ابن المسيح. المعجزة دي حبيبي تتعمل لما يكون واحد مش ابن المسيح والمسيح عاوز يجيبه له. يكون المسيح عاوز يجيب واحد راح تحصل المعجزة قدامه الواحد ده، فيروح يجي يأمن بالمسيح زي ما كان زمان. واللي مش هيؤمن بالمعجزة، اللي مش هيؤمن بغير معجزة حتى لو بالمعجزة مش هيؤمن. لو في واحد ما عندوش في قلبه إيمان أساسا، لو عملته قدامه معجزة ها؟ ولا هيتآمن. أثبت لكم مرة من المرات كان ربنا يسوع قاعد مع الناس وبيعلمهم كده أهو، وبعد شوية الدنيا جت الليل فالناس جاعت، فقوم التلاميذ قالوا له الناس جاعت خليهم يمشوا بقى عشان يروحوا يدوروا على أكل يشتروا قبل ما الدكاكين والمحلات مرة تقفل. فقال لهم لا احنا هنأكلهم منهم، عارفين انتوا القصة. واحد كده جاب بعد كده العيش وجاب السمك وايه وبارك السمك والعيش ووزع على الناس كلها، الناس كلها اكلت زي الفل، فرحوا زي الفل. تاني يوم بقى الناس قعدت تدور عليه، كل الناس اللي كانوا قاعدين معاه بالليل تاني يوم يدوروا على المسيح عاوزينه، فرحانين احنا قعدنا معاه طول اليوم واكلنا اكل ولا اشتغلنا ولا تعبنا ولا اي حاجه، احنا قاعدين نسمع في الاخر كلمه دي حاجه زي الفل يدوروا عليه. فراح ربنا يسوع فهمه قال لهم انتوا بتدوروا عليا عشان الاكل صح؟ بتدوروا عليا عشان الاكل. فهم اتكسفوا فراحوا عملوا له كده والكسوف بتاعهم بقى، وانت يعني ايه اللي عملته لنا يعني عشان خاطر تقول لنا الكلام ده؟ ايه المعجزه اللي انت عملتها لنا يعني؟ الخبر ده الاكل لسه ما اتهضمش في البطن، الاكل لسه بلعينه بالليل اتبلع لسه في البطن موجود صح؟ لكن عايز اقول لكم اللي قلبه ناشف حتى لو حصلت معجزه مش هيقدر. واللي قلبه حلو زينا احنا ولاد المسيح ولاد الكنيسه، اللي قلبه حلو زينا من مجرد كلمه هيقرب للمسيح. فوانت بتصلي وانت بتصلي ما تطلبيش معجزه، ما تطلبيش ان فرنسا تبقى في امريكا، ولا هتطلبي ان فرنسا تبقى مثلا مسيحيه ولا اي حاجه. احنا ما نطلبش معجزات، احنا نقول له يا رب لتكن مشيئتك. فدي نقطه رابعه. تاني، اول حاجه علاقتي بربنا تكون كويسه، طب الاعتراف. ها نمره اتنين، خبراتي مع ربنا اللي فاتت. نمره ثلاثه، طب نقيس وقتك تكن مشيئتك. ها نمره اربعه، ما تطلبش معجزه. اخر حاجه اقولها لكم، يمكن المشكله اللي دخلت فيها دي يا كرولوس يمكن يعني يكون ربنا عاوز يعلم بيها حد تاني. يمكن تكون المشكله اللي عندي دي ربنا عاوز يستخدمني انا ابنه حبيبه، عاوز يستخدمني انا عشان يوصل مساج كده لواحد تاني. يعني مثلا احكي لكم حكايه من بستان الرهبان. مره من المرات قديس الانبا ارسانيوس، كلنا نسمع عن الانبا ارسانيوس اللي هو معلم اولاد الملوك. قديس الانبا ارسانيوس كان راجل ابن ناس قوي كده، اهو متربي كده في بلاد بره وياكل اكل نظيف ويلبس لبس نظيف، حاجه حلوه خالص يعني. دخل الجيش خبط لازق كده اهو، جه من بلاد بره دخل ايه؟ دخل الدير. واحنا في الدير الاكل عندنا على قد حالتنا مش قوي يعني، يمكن كل الايام دي حلوه اه، لكن زمان ما كانش اكل الرهبان كويس، يلبسوا لبس على قدهم. فالانبا ارسانيوس وهو قاعد ياكل طبق الفول قدامه، احنا طبق الفول مش زي بتاعنا الحلو ده اللي احنا بناكله ونحط له طحينه وزيت وملح وكده، كان فولة كده مستوية وفولة ناشفة، فولة حلوة وفولة وحشة. الأنبا أرسانيوس قاعد ياكل فيمسك المعلقة بتاعته كده أهو، ياخد الفولة الحلوة وياكلها والفولة الوحشة يطلعها بره الطبق. عمال يعمل كده طول القعدة، هو متعود على كده. هو مش بيعمل حاجة غلط مع نفسه، لكن هو الدير ليه نظام، ما يصحش إن أنا أطلع الأكل كده أهو. إحنا لينا نظام، لازم نمشي في نظام الدير. فما عجبش انبا ارسانيوس وهو بياكل بالشكل ده، ما عجبش رئيس الدير، قال لا ده ما ينفعش كده اهو، يبقى راهب وينقي الفوله الحلوه ويسيب الفوله الوحشه. يروح ياخد من الطبق من السرفيس الكبير ويروح يغرف كده وينقي كده اهو الحاجات الحلوه ياخدها ويسيب الباقيين.
لا ما ينفعش، ده كده مش كويس. طب يعلمه ازاي؟ يعلمه ازاي؟ لو كلمه وقال له ده عيب كده اهو، ممكن هبقى لساني يتضايق. زي ما قلت لكم هو يعني ابن ناس قوي. فراح ابونا ده الكبير عمل حكايه كده اهو. جاب واحد من ولاده كده هو الرجال، قال له تعالى هنعمل مع بعض حاجه. قال له تحت امرك يا ابونا طبعا. فقال له بس استحمل اللي هيحصل لك عشان خاطري. استحمل اللي هيحصل لك عشان خاطري. معايا ولا تهتم؟ معايا ولا تاني؟ ابونا الكبير جاب واحد من ولاده الرجال، قال له استحمل هعمل فيك موقف صعب، استحمله عشان خاطري. قال له حاضر يا ابونا تحت امرك. قال له وانت على المائده النهارده واحنا بناكل تقعد جنب جنب ارسلوس. قال له حاضر. وقعد جنب جنب ارسلوس. جنب ارسلوس مسك المعلقه بتاعته زي كل مره وياكل الفوله الحلوه ويطلع الفوله الوحشه. مين اللي قاعد جنبه؟ ابونا الثاني حبيبنا ده اهو. فراح جه رئيس الدير بقى. جه رئيس الدير وراح نادى ابونا الثاني اللي جنبه ده، مش جنب ارسلوس، ابونا الثاني ده بتاعنا اللي بينا وبين بعض كده ايه حركات كده. فراح جابه قال له تعالى. قال له ايه يا ابونا في ايه؟ هو طبعا فاهم ان هو تمثيليا. قال له ايه يا ابونا في ايه؟ فراح ابونا الكبير عمل ايه؟ ضربه بالقلم. التاني متفاجئ، احنا ما اتفقناش على كده. هو بس ما اتكلمش يعني. هو متفاجئ بالحكايه. فابونا الكبير قال له ايه؟ قال له مش عيب عليك تاكل الفول الحلوة وتسيب الوحشة لاخواتك؟ فأبونا قال له أنا ما أخطيت، أنا متأسف. مين اللي فهم بقى القصة؟ أسألكم سؤال، أبونا الكبير طبعا هو بيحب الاثنين صح؟ بس يقدر يتكلم بحرية مع مين فيهم؟ أم بأرسنيوس ولا التاني؟ اللي متعود عليه، برافو عليك، التاني اللي متعود عليه. أهو ساعات ربنا يستخدمنا كده أهو، عشان ربنا متعود عليا وبيحبني، فساعات يروح يعمل فيا موقف يبعته للكل. زي مثلا تقول لي الولاد اللي راحوا ليبيا دول اتقتلوا هناك، ايه ذنبهم؟ ده دول عشان ربنا بيحبهم اكتر خلاهم رساله لكل العالم. فاهمين؟ خلاهم رساله. ده احنا واحنا قاعدين واحنا الواحد فينا ابونا وسيدنا وكل حاجه، الواحد فينا في خبر ده سبقونا راحوا السماء قبلينا. درس كبير لنا احنا، ونقول له يا رب انت خدت دول، ده دول قريبين ليك اكتر مننا شكلهم صح؟ زي ما ابونا الكبير ده مسك الراهب ده وضربه القلم. طبعا هو ما يستاهلش القلم، لكن هو استحمله عشان خاطر هو حلو. اسكو ربنا بيحب ناس اكتر من تانيين؟ لا مش بيحب ناس اكتر من تانيين، بس لما يحصل لي موقف صعب مش عاوزك تشك تقول لي ربنا سابني. لو حصل لي مشكلة صعبة ما تقوليش ربنا سابني، قولي ده ربنا عاوز يبين الإيمان اللي جوايا للناس التانيين. عاوز يبين الإيمان اللي جوايا للناس التانيين، الشهداء اللي ماتوا، القديسين اللي دخلوا في مشاكل وطلعوا منها، ما هم بنوا على حقيقتهم في المشاكل. المشكلة دي بتبين على حقيقتي. تعالى دلوقتي واحنا اصحاب كده اهو، انا معايا فلوس وانت معاك فلوس ونمشي مع بعض، معلش انا مش معايا فلوس. هشوفك بقى انت صاحبي ولا لا؟ ولا تيجي بعد ما انا خلصت فلوس تقول بس مش هينفع نمشي مع بعض بعد اذنك يعني سيبني خلاص، انت تروح وانا اعيش بقى اكمل حياتي، ما ينفعش نعيش مع بعض، لا. ده لما نكون كده اهو ادخل في مشكله اشوف صاحبي الحقيقي فين. مش كده ولا ايه؟ فاهماني؟ ايوه. En fait, est-ce que tu veux dire que Ravena utilise certaines personnes plus que d'autres par rapport à sa relation personnelle avec Dieu directement? Si quelqu'un a une relation plus forte, Ravena il va plus l'utiliser pour passer un message. Yani Ravena utilise les gens avec tout leur iman fort. مش كده؟ أكتر من الناس يختار ناس. هو بص خد بالك، هو ليه بيختار الأنبياء؟ ليه طلع واحد اسمه موسى النبي؟ واحد اسمه شعيب النبي؟ واحد اسمه إيليا النبي؟
ليه ما اختارش كل الناس؟ هو بيختار واحد يعلم بيه بقيه الناس. ما ينفعش كل الناس تبقى انبياء، ما ينفعش كل الناس تبقى ابونا، ما ينفعش كل الناس تبقى سيدنا، لكن ربنا بيختار ناس يعلم بيها الباقيين. كل واحد عنده سببه طبعا. يعني هو ربنا لما يختار واحد، يعني مثلا اقول لك على موقف من المواقف بتاعه الانبياء. واحد من الانبياء ربنا قال له ايه؟ قال له حاجه صعبه قوي، قال له عايزك تروح تتجوز. ده نبي، انا مش عايز اتجوز. ربنا قال له روح اتجوز. حاضر هتجوز، مش كده وبس، روح اتجوز واحده مش كويسه، واحده مش كويسه. وافق. ربنا عاوز يقول للناس ايه؟ ربنا عاوز يقول للناس رساله من الموقف ده، هو لان صعبه دي كانت في العهد القديم. عاوز يقول للناس انا بحبكم زي ما الراجل بيحب مراته، ولما بتسيبوني وتخصموني بتبقوا عاملين زي الست دي مرات النبي ده، هو لما سابته وراحت. النبي ده راجل قديس، والست دي هو بيحبها، ده راح يتجوزها، لكن سابته وراحت تشتغل الشغل الوحش بتاعها وتعمل الحاجات الوحشه بتاعتها. ربنا عاوز يقول للناس زي ما انا بحبكم زي الراجل اللي بيحب مراته، لما بتسيبوني بتبقوا عاملين زي الست دي اللي سابت جوزها ورجعت تاني لحياتها القديمه. فاهمني؟ تحب تخلص، تحب تبقى مكانه؟ مش ممكن طبعا. يبقى انت فاكر ان ايش بقول؟ شكرا. يا ابونا التواضع ده يا عمي. فما تقولش ليه ربنا اختار ده؟ لا يا عم، ده يختاره ولا يختارنيش انا، مش كده؟ احنا فاكرين ان ربنا لما بيختار واحد يبقى الواحد ده هو الاحسن. اه فعلا هو الاحسن. وبياخد حاجة أحسن، ما بياخدش حاجة أحسن. بياخد تجربة زيادة، بياخد ضيقة زيادة، صحيح ليها الإكليل بتاعها وليها الورد بتاعها في الآخر، لكن ربنا ربنا مش بيختار أي حد، بيختار اللي يستحمل. زي ما أبونا الكبير ده هو اختار الراهب اللي واثق فيه. ده الراهب اتلطش بالألم وإيه؟ ما نطقش. صحيح عمل كده ومش عارف إيه اللي حصل، لكن ما نطقش. أبونا ده اختار صح. تخيل كده لو اختار واحد اي كلام وراح لطشه بالقلم قال له يا الله الحكايه قلبت بجد ولا ايه؟ ما اتفقناش على كده اهو، دي قلبت بجد؟ انا جاي اتضرب ولا ايه؟ يقول لي لما ارسلت اسمع يا عم، الموضوع كان بينا تمثيل، كان خرب الدنيا مش كده؟ كان خرب الدنيا. فلازم يكون اللي ربنا يختاره ده يختار واحد راجل بجد، او حتى لو ست، يعني راجل يعني بالمعنى الكبير، يعني يكون يعني تقدر تستحمل. وعندنا قديسات كتيره استحملت. واحدة زي القديسة ربكة، ربكة دي ايه؟ تقدمت ولادها قدامها، اتذبحوا قدامها. مش كده؟ كان في الأيام زمان، في الأيام الاستشهاد، قدمت ولادها علشان خاطر عاوزين يخلوها هي تسيب المسيح، قال طب هنموت ولادها واحد واحد. موتوه، مش هسيب المسيح. دي خلتنا احنا ايه؟ خلتنا نتعلم. فساعات ربنا يستخدمني أنا عشان يوصل الرسالة دي للي حواليا، بيقولوا شوفوا ولادها الخمسة ماتوا وما سابتش المسيح. شوفوا الشغل بتاعه باظ وما عندوش فلوس ومش راضي يمد ايده ياخد فلوس من الكنيسة. واخدين بالكم؟ ساعات ربنا يستخدمنا عشان يقول للباقيين ده ابني. ابني يبقى كده هو. ما بديهوش حاجة. ده كل حاجة في ايده راحت. زي جون اللي كنت بتكلموا عليه. كل حاجة في ايده راحت. مش كده؟ ومع ذلك لسه ايه؟ لسه بيحبني. هما دول خمس حاجات اقولهم تاني. اول حاجه تكون لي علاقه كويسه مع ربنا. بين قوسين ايه؟ او بالاعتراف. علاقتي اقيسها بالاعتراف. نمره اتنين يكون عندي خبراتي مع ربنا في حياتي. نمره ثلاثه لتكن مشيئتك. طبعا انت اسوء فين؟ لتكن مشيئتك. نمره اربعه ما تطلبش ميراكل. نمرة خمسة في الآخر خليك صابر. يمكن ربنا يستخدمني عشان يعلم الباقيين. يعني خليني صابر وأشوف. يعني ساعات ربنا يحط في سكتي حبايبي ناس في سكة حياتي، يعني
يحط الناس كده هم يكونوا متعبين، والواحد فينا يقول ايه يا سلام الشغل الفلان ده لو كان من غير فلان ده كان يبقى زي الفل. يبقى في واحد كده بيعكر لك اليوم، كل ما تشوفه تتضايق. احكي لكم قصه اختم بيها. القصه دي مكتوبه في التراديسيون بتاع اليهود، يعني ما هيش حقيقيه، دي حاجه كده هو. بيقولوا ان ابراهيم، دي قصه كده هو يعني ايماجن، يعني مش حقيقيه. ابراهيم قال ايه في يوم من الايام، ركب عنده خيمه كده واي حد يعدي قدامه يقول له تعالى، ويطلع له ميه ويطلع له اكل وكلام زي كده. بعد واحد ضيف ابونا ابراهيم قال له تعالى اتفضل استريح عندي شويه. دخل الراجل عند ابونا ابراهيم، وبعدين ابونا ابراهيم طلع له شويه ميه غسل له رجليه وريحه واداله شويه ميه يشرب وجاب اكل عشان ياكل. ابونا ابراهيم قال له ايه تعالى نصلي قبل ما ناكل. الراجل قال له اوكي تحت امرك، وراح طلع دخل ايده في جيبه كده اهو، وطلع كده هو استكيو صغير كده وحطه قدامه وقعد يصلي قدامه. فابراهيم ما عجبهوش الكلام ده، قال له ايه ده ايه ده، استنى استنى استنى، استنى انت بتعمل ايه؟ قال له بصلي. قال له لا الصلاه مش كده، احنا نصلي لربنا اللي في السماء. قال له يا عم انا الصلاه بصلي كده اهو، انا ما اعرفش اصلي لربنا بتاعك اهو. ابراهيم يقول له لا الصلاه ما ينفعش كده، ده غلط. الراجل يقول له انا هصلي كده، انا ما يعجبنيش الا كده اهو، هصلي كده. فراح ابونا ابراهيم عمل ايه؟ قال طب كده؟ طب هو مش حاجه كده، يلا امشي. وراح مشاه. دي قصه خياليه بقول لكم. وفي نفس اليوم ربنا كلم ابراهيم. قال له يعني الراجل عنده 60 سنه وانا صابر عليه، مش قادر تستنى عليه الساعه دي. فاهمين القصه؟ الراجل ليه 60 سنه وهو قاتل كده اهو من غير ربنا، وهو عايش كده وربنا سايبه. وانت يا ابراهيم مش مستني عليه ساعه عشان ياكل ويمشي ومالكش دعوه بيه، وانت مالك؟ فاهمين؟ ساعات كده الواحد فينا يقول ايه؟ عاوز اشيل ده من وشي عشان اعرف امشي، كل ما بشوف بتعكر. ساعات اقول كده اهو ما ينفعش. ده اللي تعبني في وشي ده اهو هيكون سبب خبره ليا بعدين. كل شخص في حياتك بيعدي في حياتك سواء متعب او كويس، حلم او مش حلم، فيما بعد هيبقى خبره عندي. اول ما نشوف بعضينا بعد كده هو تاني نقول اه ورية دي عامله زي مين اللي شفتها زمان. اه بالظبط نفس الطبع نفس الفكر، هي بالظبط. يبقى انا عندي خبره ولا لا؟ يبقى انا عندي خبره، استخدم خبرتنا بالشكل ده هو.